أدى أمير المؤمنين مرفوقا بصاحب السمو الأمير مولى إسماعيل صلاة الجمعة بمسجد عتيق يعد معلمة حضارية كانت من ضمن المعالم التي أمر أمير المؤمنين بترميمها في سياق العناية الخاصة التي وليها حفظه الله لبيوت الله. مسجد ذي الحمرة الذي أدى به أمير المؤمنين صلاة الجمعة عامي 2010 و2016 بناه السلطان سيدي محمد بن عبد الله عام 1789 ميلادية. استهل الخطيب خطبة الجمعة ببيان شخصية المؤمن التي هي شخصية جامعة لكل خصال الخير، فهي مؤمنة أمينة قوية شجاعة حريصة على كل ما ينفعها في دينها ودنياها. واعتبر الخطيب الحديث النبوي الشريف المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير اعتبره من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، يرسم جانبا من منهاج القوة وحرص المؤمن على ما ينفع واقتران ذلك بالبعد عن العجز مع صدق التوكل والرضا بما يجري به القضاء. إن الإيمان الحق معين لا ينضب من النشاط المتواصل والعمل الدؤوب والحماس الذي لا ينقطع، وعندما يكون المؤمن مستنير الطريق فإنه يعامل الناس على بصيرة من أمره، على أن هناك نوع آخر من القوة هو القوة في ضبط النفس والتحكم في الإرادة التي تنشأ من كمال السجايا وحميد الخصال كإباء الضيم وعزة النفس والتعفف وعلو الهمة. وفي معرض حديثه عن تجليات قوة المؤمن تطرق الخطيب إلى قوة اليقين في قضاء الله وقدره. وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى في أجواء إيمانية مفعمة بالخضوع والخشوع أدى أمير المؤمنين صلاة الجمعة بمسجد وادي الحمراء في مدينة الدار البيضاء، وجلالة الملك يرعى الشأن الديني موازاة مع رعايته للشؤون الحياتية للمواطنين باعتبار جلالته أميرا للمؤمنين وحاميا لحمى الملة والدين، وذلك تحقيقا لمقاصد الشريعة الغراء التي توازي بين المتطلبات الروحية والمادية. وأمير المؤمنين سبط الرسول الأمين يحرص على التربية الروحية لأبناء شعبه وفق منهج الاعتدال والتوسط، ليكونوا على بينة من أمور دينهم ويتفقهوا في شؤون التنزيل حتى يفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. يحرص أمير المؤمنين على تدعيم أسس ولبنات صرح التكافل الاجتماعي، ويساري حفظه الله في فعل الخير والإعانة على فعله.